الحياة فيها محطات كثيرة، من كان معك قبل سنوات لم يعد معك اليوم، ومن كنت تظنه سيرافقك في محطتك الأخيرة اختار وجهة أخرى، ومن كنت تظنه لن يركب قطارك أصبح بالقرب منك. وفي كل محطة تتغير أشياء وتتبدل أشياء، بعضها يتغير من حولك وبعضها يتغير في داخلك. حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج المحطة في هذه الأمسية الرمضانية الجميلة مع ضيوفي. اليوم ضيوفي مختلفين، يعني للوهلة الأولى لازم أحس بالرهبة أمامهم، لأنه كل اللي قاعدين وياي اليوم ألوية، فالموضوع برهبة، يعني شئت أم أبيت توقف يم هذا احنا نسميه هرم، لأنه التضحيات اللي سووها تخلي الإنسان يقف إجلالا واحتراما واعتزازا بهم. خليني أرحب بضيفي الأول اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة. حياك الله ورمضان كريم عليك. أهلا وسهلا، رمضان كريم عليكم وعلى مشاهديكم الكرام وعلى الشعب العراقي إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضورك. أيضا خليني أرحب بضيفي الآخر اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة. حياك الله ورمضان كريم عليك. أهلا وسهلا بكم، رمضان كريم عليكم وعلى قناة الأيام وعلى شعبنا. شكرا جزيلا لحضورك. ايضا ارحب بضيفي الاخر اللواء خالد المحنة الناطق باسم وزاره الداخليه. حياك الله. اهلا وسهلا ورمضان كريم عليكم وعلى الضيوف الكرام وعلى شعبنا العراقي وعلى كل منتسبي الاجهزه الامنيه. حياك الله. ضيفي الرابع هو اللواء الدكتور عدنان حمود سلمان. حياك الله سياده. مساء الخير ست، مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناه الايام وعلى الشعب العراقي الكريم. ان شاء الله يا ربي أيام كلها إن شاء الله أمن وأمان للعراقيين جميعا إن شاء الله. لازم نسأل عن رمضان وعادات وتقاليد رمضان. خليني أبدي وياك سيادة اللواء. رمضان عند العسكري يختلف عن المدني، باعتبار أنتم عندكم يعني دوامكم يختلف وتواجدكم بممكن ساحات القتال أثناء رمضان أو غيرها. خليني واحد واحد اخذ من عنده رمضان وياه شلون كان. هنا ضحك سياده اللواء تحسين، ضحك عنده مواقف ويا رمضان. لا هو حقيقه رمضان هو تعرفين بالنسبه للعسكري شوي الموضوع يختلف. انت ملتزم، عندك دوام، عندك عمل، عندك واجب تطلع في بعض الاحيان، يعني تطلع خارج بغداد ممكن بالطياره ممكن بسياره، الضغط الشغل العمل. لكن رغم هذا كله الواحد يتحمل، هي يعني احنا مرينا بظروف اصعب من هاي، مو صح لو انا غلطان؟ نتحمل وهالسنه الحمد لله وشكر هو حتى الجو يساعد، الجو يساعدنا يعني ببروده، هاي يمنع من الله سبحانه وتعالى. لكن بغض النظر يعني انت توصل الى مرحله تبقى عندك القدره والمطاوله، هذا احنا تعلمناه بالجيش. يعني احنا من ضمن بالدورات، من دخلنا بالدورات كان يعلمونا موضوع الصبر التحمل المطاوله. يعني ذكرني سهله عليكم تصير يعني السالفة. موجود عندنا كانت يمكن يذكرون الضباط كليتهم حتى الصيام اجباري، حتى الصيام اجباري كان اجباري الصيام. واكو عندنا ايه قرانيه من ندخل الكليه العسكريه كانت موجوده تقول بسم الله الرحمن الرحيم ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فلهذا تعلمنا يعني مرينا بظروف هوايه والحمد لله شكر. هي ايام ان شاء الله، واحنا اليوم كنا 13 او 14 رمضان راح ندخل، دخلنا على 14، اذا خلصنا نص الشهر ان شاء الله. ان شاء الله شهر خير وبركه. ليش ضحكت سياده اللواء؟ اولا مو مشلوع قلبه يومي بمكان. اولا تحيه لكم ولضيوفكم الكرام الاعزاء ولمشاهديكم. الحقيقه احنا اول ما دخلنا كليه القوه الجويه علمونا على شغلتين، انه تاكل بوقت وايضا تصوم بامر. فيعني بامر مو بوقت، لا مو يعني من كان يجينا شهر رمضان الكل صيام لازم، ماكو اي ماكو يعني، وهذا هذا طبعا فد نوع من انواع تعلم الصبر والتحمل. وتاكل بوقت، يعني يتذكرون كل الاخوان 1 2 3 4 يلا اترك والله ما شبعت اخرج انا صرت متقدم يلا شبع. ف الحقيقه فادت. طيب ها طيب اكل العسكريه؟ طبعا اكل العسكر طيب، لانه هو ما ننطبي. لا لا طيب، هو احنا من التعب نشوفه طيب. للجوعان كلش طيب. الجوعان كلش طيب. الصمون كان احجار قبل. لا لا يجينا حار، يجينا حار كان. الصمون مالنا حلو مرتب. فهذه يعني حقيقة علمتنا، انطتنا دروس بالحياة، انطتنا انه شلون نتعلم
أن نصبر في الأوقات الحرجة، نطلع بالمعارك فعلا، في الواجبات، في العمليات، نتحمل. مو والله اجت وقت الغداء لازم اتغدى، او وقت العشاء لازم اتعشى، او وقت الفطور لازم افطر. فاكو تحمل. لا تتحمل. مرات احنا نبقى يوم كامل ما عندنا، يعني ما عندنا حتى مستلزمات، خاصه بالمعارك. بالمعارك ننتظر يعني بالضبط، ننتظر يومين وثلاثه واربعه، بس احنا نرتب نفسنا. مو بس القصعة، الأرزاق ما تجينا. قد تكون العجلة عطلت بالطريق، أو تعرضت إلى حادث، أو عندنا عمليات عسكرية قوية جدا. حتى بالقواعد الجوية يعني إحنا نطلع مفارز، يعني ناخذ طائرة وننزل في مطار ثانوي ونبقى عدة أيام ونطير واجبات، نعود نفسنا يعني. فهذه خلقت عندنا نوع من التحمل، خلقت عندنا نوع من الحقيقة الانطباع على رمضان. لذلك رمضان رائع جدا بكل معاني. خلينا نسال سياده الوال عن رمضان، شلون وياك؟ هل تذكر فد ذكريات معينه عن رمضان، وخاصه بالاجواء العسكريه يعني؟ لا، هو الحقيقه يعني رمضان، شهر رمضان المبارك، له خصوصيه، والخصوصيه من الله سبحانه وتعالى، يعني خص هذا الشهر بجمله من الامور. اولا نوع محدد من العبادات، به أيام مقدسة، فيه خير وبركة للناس كلهم، فيه استذكار لصلة الرحم للأخ للصديق. يعني هذا من تذكر جيرانك وتدز لهم ماعون وينطوك ماعون، هي هاي القضايا والتقاليد اللي الآن للأسف يعني تأخذنا الحياة إلى غير اتجاه، مو اتجاهنا العراقي، القيمنا الأصيلة. لذلك هاي فرصة واحد يعيد النظر شوية، يقعد ويا عائلته في وقت احنا اصبح الجلوس في العائلة قضية يعني منعدمة في اجوانا وبالضبط. لذلك يعني من الضروري جدا انه هاي نحيي هاي الاجواء، وفرصة هاي انه نعيد الاواصر والعلاقات والمحبة. يا رب ان شاء الله تكون هاي كلها خير ومحبة للعراق. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله سيادة اللواء، بقيت بس انت اكيد عندك ذكرى. لا والله المعلومات ما شاء الله كلها. ايه؟ وفعلا شهر رمضان خصوصيه، خصوصيه للمسلمين، لعامه دول العالم الاسلامي، خصوصيته سماحيته. ولكن العسكري سبحان الله يعني لا اهله مرتاحين ولا هو مرتاح. اي والله يعني احنا بهذا الشهر كله يجوز لا تفطر يوما او ثلاثه على عدد الأصابع. أنا أقول لك يرتاحون من سالفة واحدة، إنه لأنه الرجال من يصومون بشتى أنواع العالم يصيرون أعصاب، فمرتاحين بس من هاي السالفة. بالعكس. بالعكس يصير مسالم هادي. بالعكس يصير مسالمين والله. والله يصيرون أعصاب. لا. اللي دخن يصير عصبي. دخن يعني ما دخن فما يعني. بالتالي هو إشارة تسامح يعني. سبحان الله الصيام، شوف الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم. فهو الصيام رب العالمين. لذلك شوفين سبحان الله حتى الأجواء تختلف. الناس متسامحة بشهر رمضان. سبحان الله انتهى شهر رمضان يرجعون مثل الأول. فعلا. يقول له تسامحوا تسامحوا، بس يخلص رمضان بعد ترجع العداوات. سيادة اللواء يحيى، خلينا نحكي عن ذكريات البطولة والشجاعة اللي مريتوا بيها، وأقرب مثال هو مثال داعش وما بعد داعش والتحديات اللي صارت. كانت الناس تنتظر بلهفة الشاشة والسوشيال ميديا من تطلعون هذه الشخصيات، من تطلع بالشاشة نطمن انه اكو امن، اكو امان. يمكن حضرتك بالكواليس حكيت حكاية كلش حلوة بقت ببالي، انه اليوم من العسكري يلبس مدني، هذه رسالة انه احنا بامن. مو الا يعني انتم اليوم جيتوا حتى ما وياكم حرس هواية وكذا، يعني معناها انه البلد بدا يشعر بالامن. لا اكيد. شوفي ست، يعني العراق والشعب العراقي قدم الكثير، انطينا تضحيات وانطينا قوافل من الشهداء. نعم. يعني احنا كليتنا كنا في معارك التحرير، انا كنت ناطق باسم قيادة عمليات مشتركة ذكر اللواء تحسين، وأيضا كانت تسمى خلية الإعلام الحربي في وقتها. في سنة 2015 يعني أنا صدر الأمر الديواني مالتي ناطق، وكنت أرافق السيد نائب قائد عمليات مشتركة وهو الآن رئيس أركان الجيش فريق أول القوات الخاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، كل التحية والاحترام للسيد رئيس أركان الجيش. وفي معارك التحرير كان أخوي اللواء تحسين أيضا ويانا، وكان الإخوان في الخلية أيضا كانوا داعمين. أمنا
كان البلد منهار يعني حقيقة. كان الإرهاب وصل إلى حدود مدينة بغداد، 40% من مساحة العراق راح سقطت، الشعب ناس سجناء الداعش، فكان الخوف موجود، والخوف في الشارع موجود. والسوشيال ميديا أكيد هو أنا هذا اللي والإعلام داعش حقيقة، والإرهاب والعجلات المفخخة داعش حقيقة نجح إعلاميا بشكل كبير، قدر أنه يسيطر على الإعلام في وقته، فكان لابد أنه تكون تحاربوه إعلاميا، نحاربه إعلاميا دائما، أنت تحارب بنفس السلاح اللي كان يستخدم قبل هذه الإصابات الإرهابية. فالحمد لله والشكر بهمة كل إخواني والأصدقاء وكليتنا اللي اشتغلنا قدرنا أنه نتصدى إلى داعش إعلاميا، ونجحنا من خلال تواجدنا في ساحات المعركة خلال العمليات العسكرية. أنا أذكر يعني ماكو معركة ما كنت موجود بيها، كل معارك ما كنت أقعد ورا ميز وأطي الأخبار، لا كنت بالمعركة ومن المعركة أنقل الأخبار. اثنين حتى بيانات، أنا لقيت بيانات من أرض المعركة في بالأنبار، من أرض المعركة لقينا البيان، وكان الناس حقيقة تشاهدنا وكانت تتابعنا. أتذكر حالتين في معارك التحرير، مواقفكم من الناس تشوفكم أي هو هاي الحالة الأولى في معارك تحرير الموصل حقيقة، التقيت دا أمشي فإجاني أحد المواطنين فهو قباو علي سلم علي فقال أنتوا سوف تكتب أسماءكم بأحرف من ذهب، كليتنا يعني على اللي قاتلنا. وبالفعل اثنين أتذكر أيضا بمنطقة عين الجحش جنوب الموصل، نعم، بعد ما حررناها كان أكو وفد ديني زار أحد الجوامع، فكنت أنا كلفني وقت السيد رئيس أركان الجيش أنه أطلع ويا هذا الوفد، فأخذناهم خليتهم صلوا بالجامع، وبعد ذلك أنا التقيت ويا المواطنين فجوا يسلموا علي قالوا إحنا كنا نصي التلفزيون نطفي الأضوية نغطي الجام بالبطانيات ونخلي واحد من الولد يوقف بباب البيت ورا البيت أخاف داعش يجي، ونسمع هيجي بسكوت نسمع أخبار من تطلع أنت ننتظرك من تقول راح نوصل فلان بوكان فلان بوكان فلان بوكان. إذن هذا هو بحد ذاته يعني حقيقة كانوا يطمئنون، مو دا أقول لك نعم يطمئنون، يطمئنون من يشوفون عسكري جندي عراقي، فلذلك يعني فاليوم اليوم من جينا احنا بالمدني بس شوية لواء تحسين يوم ما قبل قال لنا جاي عسكري اليوم بالمدني او بالعسكري انتو احنا من جينا بالمدني حقيقة نريد نوصل رسالة ان اليوم البلد الحمد لله والشكر ينعم بأمن وأمان واستقرار، وهذا ما جاء اعتباطا، هذا جاء بتضحيات جسيمة من تعب وشهداء، شهداء دماءهم الزكية، الجرحى، الناس، كل القوات المسلحة العراقية من اشتركت وكانت إيد واحدة وقلب واحد قدرنا نحقق النصر. لهذا احنا إن شاء الله أنا أعتقد أنه قادم الأيام حقيقة أكو جهد كبير في موضوع الأمن، في موضوع ملاحقة عصابات داعش، وده نحقق ضربات موجعة ويمكن يحكي عليها لواء تحسين. أيضا الجهد الآخر اللي توجهت إلى الحكومة على رئيس السيد القائد العام قوات مسلحة، الجهد الخدمي الآن للمواطن. اليوم أكو شغل هواية تشوفين بناء إعمار شوارع منتزهات، هذا أيضا أصبح عامل متنفس بالتالي المواطن يحس. أنت لاحظ عفوا على المداخلة، الناس هسه للصبح تقعد كلها قاعدة للصبح للصبح وتسحر وتروح سحنا شخصيا، هذا معناه شنو؟ أني أو لواء تحسين أو لواء طبعا بالمناسبة دول أكثر دول العالم بالستة بالمغرب يعني تعزل يعني أنا رح دول العالم فعلا. أنا رح زرت هواي كليتنا رح أمريكا دول عديدة يعني أمريكا ساعة بالتسعة ما تلقين محل مفتح ولا واحد مفتح فعلا. وإحنا بالأيام الاعتيادية مو رمضان، أنا بالثنتين بالليل بالجادرية لو بالكرادة لو بالمنصور، الشعب العراقي يحب يعيش ويحب الحياة، فبالتالي ما حد يموته، لا شعب مجاهد، شعب شجاع، شعب بطل. الدليل على هذا بالفتوى الكريمة للسيد الإمام السيستاني الله يحفظه ويطول بعمره، الشعب العراقي كله هب حمل السلاح وقام يقاتل وجا ساندنا ووقف ويانا في حديثه الجغايفة والعبيد يعني ما عنده مصرف بيته مال المصرف اليومي يجي قاتل سلاح وقاتل وقبيهم استشهدوا وهو بعد ما مسجل اسمه بقوائم الـ يعني الانتساب. هي سطور من البطولات يعني لازم نستذكرها ولازم نعرج عليها كل فترة، ولا يقولون انه حكينا عنها هواي، بالعكس ايش ما نحكي عنها ما ننفي بحقهم يا فعلا يا ست يعني مع احترامي الى مصر، مصر الجمهورية العربية المصرية 7 ايام دخلت معركة مع احترامي
لحد الان القصص عن البطولات هذه لازم نحكي بها. سياده اللواء هذه بس هاي يعني جابت تمثل احنا شوف اكثر بلد تعرض لاذيه داعش العراق. مصر تمثل افلام وتمثل بطولات مصريين بعرض ارض العراق داعش لها فلوس وغيره. هذه لازم نحكي بها سياده اللواء. سياده اللواء تحسين حكينا عن البطولات اثناء ايام داعش وكذا، اكو البعض من المندسين والناس الحاقده اللي تحسها ما عندها عراقي، يعني مو عراقي، تحسها مو ما عنده وطنيه، يكتب مثلا هم مثلا اكو جنود معينين هم اللي يدافعون، واللي يطلع بالتلفزيون هذا مو ما دافع ولا راح للحرب ولا راح يم الجنود اساسا. ذول المشككين يعني كيف الرد عليهم اليوم؟ هو هذا يعني تقريبا ارقى سؤال لحد الان. انت طبعا هو اللي يتكلم من حقه ان يتكلم، هي وجهه نظره، او قد يكون مندس مثل ما قلتي جنابك الكريم، او وراء رساله اخرى. هسه ذكرتي قبل قليل والاخ لواء يحيى ذكر لك بعض النماذج، واحنا في معارك تحرير الموصل طبعا كل المعارك مثل ما قال هسه قال لواء يحيى ماكو معركه هو مشارك بها، ماكو معركه احنا ما ذهبنا وكنا في المعارك نفير. وكنا مع احدى المعارك اللي هي تحرير الموصل، احنا بالساحل الايسر كانت عندنا يتذكر الاخ لواء يحيى عجلات بها سماعات وناخذها، وهم ايام شهر رمضان تذكر لواء يحيى نروح لهذا الجامع الكبير اللي هسه موجود بالموصل على الساحل الايسر يبثون رسائل ونبث رسائل. هنا بهاللحظه هاي صادفتني حالتين. الحالة الأولى عائلة، الحقيقة احنا من نجي نطلع من قيادة عمليات نينوى من هاي القصور الرئاسية وندخل باتجاه الجامع الكبير، نبدأ نضبط عجلاتنا وسياراتنا حتى نبدأ نبث عبر الجامع للساحل الأيمن. وقفنا أحد العوائل الموصلية فوقفنا قال تفضلوا يمي شربوا شاي قبل الجامع. نزلنا والله شربنا شاي يمه، قعدنا شلونك ايش محتاج ما محتاج، طلعنا جتي أخته، طبعا اخته ما تحكي خرسه، بنيه شابه يعني عمرها بحدود 30 سنه. استغربنا يعني فسالناه قلنا له ليش ما تحكي؟ قال هاي شافت ارهاب الدواعش وشلون يذبحون وشلون يعذبون صار العالم صدمة. وصارت عندها صدمه وما قامت تتكلم. مو احنا نذب ملايين المناشير، هاي رساله للي يشكك، للموصل من كنا نذبها تتذكر لواي هي من الطائرات مالتنا، فكانوا يحتفظون بهاي المناشير وضاميها وين؟ هسه من قال لواء يحيى يدزون واحد برا يباوع اخاف يصنط. وطلعت لي مجموعه من المناشير هي خطيه هي وتاشر لي وكذا وهاي، يعني هذا شيء يدل على انه الناس متمسكين باصالتهم، متمسكين بعروبتهم. فهذا الحقيقه استلهمني الموقف الوراء بعد ما تركناهم ذهبنا الى الجامع، وعندنا كانت رسائل معينه بدنا نشتغل بها من ساعة 2 إلى حتى ساعة 5 الصبح مع ساعات الصباح. أول مرة من خلال هذه الرسائل خلينا داعش يعبر من الساحل الأيمن باتجاه الساحل الأيسر، ويجون أربع دواعش يسلمون نفسهم إليه. أول أربع دواعش كان الداعشي ما يسلم نفسه، كان يجي مفخخ ويفجر نفسه، وقعدنا وسوينا لقاء وياهم. هذا معناه أنه المنظومة العسكرية قوية، مو بس قوية، وهي أيضا رسالة للمشككين. نعم احنا مرينا في مرحله معينه، هذه المرحله لها ظروفها، ولكن باعاده ترتيبنا وتنظيمنا وفتوى السيد الامام السيستاني وتكاتف ابناء كل شعبنا، ترى كل شعبنا تكاتف. هو المفروض غير الاعلام والموجودين بالساحه حتى السياسيين وغيرهم، المفروض كله هو تكاتف يصير حتى نخلص من هذه هي المشكله. وما بيها حقيقه مع الاسف يعني انه اكو البعض من يحسب نفسه على الاعلام. يعني أنا كل التحية والتقدير والاحترام لكل الإعلاميات والإعلاميين والصحفيات والصحفيين وكل القنوات الفضائية اللي وقفت ويانا وساندتنا بمعركتنا العادلة وكان لها دور كبير بنا الحقيقة. لكن اليوم أنا من أجي أشكك بلواء تحسين أو بلواء يحيى أو بلواء خالد أو بلواء عدنان، يا أخي تعرف تاريخ هذا الضابط أو هذا الإنسان؟ وإحنا راح لازم نعرف. يعني هي مشكلة حقيقة، وهذا التنمر يعني مع الأسف التنمر الإعلامي من بعض المحسوبين على الإعلامي، مو الإعلامي، من البعض إنه يجي يشكك بيك وجهدك وبعملك. أعرف تاريخ شنو هذا الإنسان،
يلا لك ذاك الوقت تحكي. لكن هي مع الأسف أنا اللي أشوفها هاي الفترة اللي مضت وكأنه أكو في التوجه معين على المؤسسة العسكرية فعلا. إنه حاولون يوصل رسالة إنه هذه المؤسسة تعبانة مهزوزة بها. هذا الحكي ما يخدم. إحنا ما راح نرد عليهم بكلام، لا إحنا راح نرد عليهم بالأفعال سيدي. فعلا ردينا ردينا عليهم عملي، أي انتصارنا على داعش وطردنا من أرض العراق وحررناه. وشو لا اليوم هذا أكبر مثال. هسا إحنا الساعة يعني تقريبا هسا دخلت على 11:30 تقريبا، وإحنا قاعدين هسا إحنا بالشارع الداخلية الموصل الساحل الأيسر لحد ساعة متأخرة 2-3 بالليل الناس قاعدة تفتح بالشوارع. موصل بعد سنة بنشوف إيش راح يصير. ف الأنبار سيد لواء يحيى هسه الأنبار صار أمين ما شاء الله. الجواب فعلا إحنا ردينا. إحنا مو نظل إذا نظل كل من المشكك نظل نجاوب عليه. إذا كل حشاكم كلب حوا ألقيته بحجر فكان سعر الحجر بدينار. إحنا نرد عملي. العملي شنو اتصلنا على داعش المؤسسة العسكرية المنظومة العسكرية عندنا المناطق المحررة. رد عملي واقعي قوي جدا. قواتنا المسلحة العراقية من 1900 اكو شغلات مؤلمة لحد الآن. وعدنان اقطع كلامك بالخير مقصود الاخوان. اكو شغلات مؤلمة. الواحد قاعد لي بخارج العراق وينظر وقاعد ينظر اي شكل والله فلان هيجي فلان علان والله الاعلام مال الدفاع مو زين اعلام الداخلية ما يا اخي انت خوم كل معلومة اعطيك اياها. لا لا انت شنو تريد يعني؟ أنا اليوم عندي إعلام مؤسسة عسكرية أمنية. أنا مو كل شيء أظهره بالإعلام هاي واحدة. اثنين عندي نشاطات أخرى تظهر للإعلام وتوصل رسالة الإعلامية. لكن لا تقعد لي أنت قاعد لي بخارج العراق وتكتب واحد يخابرك يعطيك معلومات خاطئة أو كاذبة زين وتستهدف تستهدف رموز مؤسسة العسكرية. لا ما مسموح طبعا. احنا في الوقت اللي يعني ننتقد مثل هاي الظواهر نأكد على قضية النقد وقضية تسليط الضوء على الخلل اللي موجود. والله والديك يعني اليوم السلطة الرابعة تقوم بدور الصحافة الاستقصائية. نحن معها لكن لما يصير اللي دا يصير شنو البعض تصفيق. يفتري افتراءات مجرد افتراءات. أصبح البعض من خلال هذه الافتراءات اتخذها وسيلة للترزق للتربح فعلا. قام يبتز يعني كثير حتى على مستوى قنوات هي أصلا تبتز المسؤول تبتز المؤسسة تبتز الأشخاص. أصبح للأسف يعني البعض مثل ما لواء يحيى تفضل المحسوبين على الإعلام يمارس هذه القضية. سيادة اللواء حتى قاموا يشككون هو ايش قد عمره وصار لواء شلون تدرج بالسلك العسكري وصل للواء. هاي دائما انا اعاني منها. تاريخ موجود يحكي لواء خالد سيدي شكلك طفول يعني بريء وهذا لا ما يقدر يعني تاخر الست جداول على اللواء. نعم بالمناسبة احنا اقل واحد بينا ما عنده خدمة 37-38 سنة مو يعني لواء تحسين من رتبة عميد الى لواء 4 جداول خطيه اتاخر. لا انا مو اصلا احنا كليتنا اني من الناس تحاربنا ولازلنا مع الاسف احكي مثل ما قال لواء خالد اكو يعني هي المشكله انه انت من عندك وبيك هو اللي يحاول يعطي معلومات كاذبه وخاطئه في سبيل مصلحه شخصيه. مع الاسف هذا موجود. ومع الاسف اكو مثل ما قال لواء خالد اكو إعلام وإعلاميين وإعلاميات وصحفيات وصحفيين حقيقة كلهم كل احترام والتقدير هم السلطة الرابعة اليوم هم يلبوا هنا النقد البلدان احترمه. لكن لا تقعد لي أنت خارج العراق وتحكي لي احنا أولا لها باع طويل. احنا أولا بزمن صدام ما عفنا العراق ولا هسأفنا العراق وقاتلنا الإرهاب وقاتلنا الدنيا كلها وأدنا تاريخ وأدنا اسم. يعني أنا متجين تقولين أكو تاريخ موجود اكو خط خدمه للضابط يحكي من تاريخ دخول الكليه العسكريه الى ان وصل هاي الرتبه. مو لين شكله بعد شعب احنا نقول دا نصغر بعمرك هاي بالعكس تكيف لها المفروض. سياده اللواء خليني انتقل من هذا السؤال. سياده اللواء اليوم عندكم يعني نقله جديده بوزاره الداخليه. اكو اخبار جدا جميله دا نسمعها بين اليوم والاخر. اكو نشاط دا يصير المحتوى الهابط والسيطرة على المحتويات الهابطة. عندكم الشرطة المجتمعية اللي انتشرت بكثرة وصار نسمعها بكثرة. يعني قضايا كثيرة. خليني ناخذ وحدة من عندكم. مسألة المحتوى الهابط والمحتوى الجيد منين جتي وشون تبلورت وهل هي بسبب شكاوي الناس من هذا المحتويات؟ يعني هو أقتبس كلام للسيد وزير الداخلية في أحد الاجتماعات المهمة
قال انه بعد ماكو مبرر لان ما نطبق القوانين بحذافيرها. فعلا. كثير للاسف يعني بعد 2003 كثير من الناس بدا يعني ما يلتزم بالقوانين، يقول لك انه حريه هاي، افتهم الحريه بشكل خاطئ. الحريه نعم حريه، لكن الحريه يجب ان تكون مقننه ولا تضر بالاشخاص الاخرين. احنا اليوم لما نجي الى المحتوى الهابط على سبيل المثال نشوفه يعني خرق صارخ للقانون العراقي، لما شخص يسيء الى فرد الى تقاليد المجتمع، هاي تقاليدنا اللي احنا الان بدنا نتكلم قبل شويه البدله العسكريه، قبل شويه تكلمنا على يعني حربنا ضد داعش وسقطوا الاف الشهداء. نعم. سلم الشهاده ارتقوها كبار القاده والاف الجنود من اجل هاي القيم، من اجل ان يبقى العراق وان يبقى القيم والتقاليد اللي علينا ان نحافظ عليها. لذلك يعني النافذه اللي اطلقناها او المنصه هي انما نستلم من خلال تعاون مع المواطنين القضايا اللي تسيء الى مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، بالتالي احنا امام مسؤوليه كاجهزه امنيه ومسؤوليه كاباء اصحاب عوائل، انه من واجبنا نحمي عوائلنا. يعني هذا الشاب او هذا النشئ لما يشوف كل هذا الكم الهائل من المحتويات يتصور هي هاي الحياه. فعلا. الحياه هي هاي فلان الفلاني وفلان فلتان فلان الكذا، يتصور هي هاي الحياه بهالطريقه. احنا اليوم يعني حقيقه اكو فد هجمه شرسه تستهدف ثقافه، وهاي مو شيء يعني اصبح خافي. مساله الثقافة أو تصدير الثقافة أو العولمة أو الغزو الثقافي مبدأ مهم الآن دول دا تشتغل عليه وترصد لميزانيات كبيرة في سبيل تمسخ ثقافات الشعوب. فعلا. وهاي مشكلة كبيرة المفروض إحنا كشعب وكجمهور مو فقط كحكومة إيد بإيد مع القوات الأمنية، إيد بإيد مع الحكومة، حتى كنا نتعاون حتى نرأى بالصدع اللي حصل فعلا حصل في مجتمعنا. في مجتمعنا. خليني اروح لك سياده اللواء عدنان. اليوم نشوف بشوارعنا الكثير من الاطفال المتسولين، الكثير من الاطفال اللي عماله الاطفال، الكثير من يمتهن هذه المهنه طبعا كبار وشركات وغيرها. اليوم دوركم كمؤسسات عسكريه تراقب يعني في بعض الاحيان هذا الموضوع، بالتالي هذا دينخر بالمجتمع باكمله. شنو الامور اللي دا تحاولون انه حتى نتفادى هذا الموضوع اللي دا يصير بشوارعنا؟ على كلام السيد اللواء. نعم. خصوص المحتوى الهابط، فعلا اول يوم اجى السيد الوزير قال يجب ان تنتهي هذه الامور، ولدينا مواد قانونيه فعلا مال 403 كل من اثار الفسق والفجور عقوبته من 6 شهور 3 سنوات. اصبح السوشيال ميديا والمحتوى الهابط، تعرفين حضرتك المجتمع العراقي تشوف الاطفال المراهقين اصبحت المراهقه قدوتها تيسير، المراهق قدوتها سعدون، فهذا هذا يشكل منحنى خطير للبنى التحتيه للمجتمع العراقي. فعلا. قام المراهق يفكر شلون بشهر او بشهرين يصعد لارقى سياره اسوي كل شيء في سبيل احصل شهره. خلافا للاعراف والتقاليد، نسوا التقاليد للاعراف. وفعلا كانت هاي المحتوى الهابط ومحاربته ضربه بالصميم لاعداء يعني العراق. فعلا. ضربه بالصميم، يعني هسه انت تشوف فوق اكثر 80-90% من المحتوى الهابط فعلا هسه احنا من نتصفح يعني دا يطلع لنا محتوى قبل يتصورون افضل من يتصورون ماكو دوله ماكو. الحمد لله والشكر هسه السيد رئيس الوزراء استلم والحكومه جدا والسيد الوزير يعني الامن والخدمات، امن وخدمات بنفس المستوى دا يمشن، بالاضافه الى الجرائم المجتمعيه والجرائم الاخلاقيه، هاي اعتبرها جرائم اخلاقيه. بس لانه تنهي على سؤالي سياده اللواء الاطفال اجيك على الاطفال. الاطفال احنا كوزاره الداخليه عندنا قانون الاحداث 76-83 تعديلاته. كوزاره الداخليه هسه انا اقدر انطيش تعهد خلال شهر ما يبقى متسول بالشارع كاحداث. نعم. ولكن وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ليس لديها دور ايواء لا تكفي الا 180 شخص. دور ايواء قديمه متهالكه غير مجدده. بس يعني ليش نسمع انه هي هاي شركات فبالتالي لا احنا احنا هسه حكينا على نقول اللي يثيرون الاشاعات. شركات اكو ناس تستغل في كل مكان، في كل دول العالم احنا رحنا. نعم. لقينا متسولين بامريكا بفرنسا في كل دول العالم، ولكن
بفتره، تعرفين العراق مر بظروف، نعم، ظروف الحصار وظروف الاحتلال الامريكي وظروف داعش وظروف، فاكيد ولد مئات الارامل والايتام وفاقدين الذوي وفاقدين الاهليه، بالتالي لجأوا الى، هو اكو قانون يمنع الاب او الام من تشغيل اولادهم؟ ماده 30 صريحه بقانون الاحداث يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه كل ولي شجع الحدث او الصغير على تشرد وانحراف السلوك. يعني حتى انحراف السلوك احنا برات الكوفيهات او الملاهي تشيك اذا نلقى اطفال نحاسب الاب وفق الماده 30 يعاقب بالحبس. ولكن امور التسول، يعني احنا في يوم الكاظميه المقدسه يجون متسولين اجانب، نعم، في زياره العتبات المقدسه بالمناسبات الدينيه يبقون يمارسون التسول، لقينا القبض على 500 متسول اجنبي. اجنبي فعلا احتارينا وين نوديهم. يعني زي هذول اجانب واحد لا المفروض نوديهم للاقامه حتى يسافروهم، ماكو اماكن خاصه تحويهم. تعرفين اجراءات الاقامه، لازم تخاطب السفاره تجي تستلمهم. اذا اكو خلل ب ب ب ب البنى التحتيه، البنى التحتيه يعني المفروض كوزاره عمل دون لواء مالته من ثمانية القرن الماضي، حتى الإصلاحيات يمكن المفروض تواكب التطور، تحتوي تحتويها كمتسول. احنا كوزارة داخلية جهات انفاذ قانون يلقى القبض عليها، يحال القضاء وفق المادة 92 و91 واذا الاحداث على المادة 24 او 25 تشرد ويحال. يمكن هذا يخليني اتذكر بعض التعليقات اللي هاي، ايه شنو الفائده قبضوا عليه وبعدين راح يطلع، هاي الكلمه اللي دائما نسمعها احنا. والان كل واحد هسه ذا سئليه كم مره لازم وقفه دخ 15 20 مره لازم الشرطه. لا هو القانون الماده القانونيه تقول كل من وجد متسولا بالقانون 111 من تجاوز 18 سنه وجد متسول ليس له مورد شرعي، هناك شرط ليس لديه، زين اذا ما عنده مورد شرعي من حقه يتسول؟ لا ما من حقه. ولذلك ارتئينا عن عضو بتعديل قانون الجار البشر، ارتئينا نغلظ العقوبه مو على المتسول، على مافيات التسول. الجار بالبشر وصدرت بعد عناء طويل ماده 6 من قانون الجار البشر والتي نصها يعاقب بالسجن المؤبد وغرامه لا تقل 15 الى 25 مليون كل من استغل ما دون 18 لاغراض البغاء والدعاره وتجاره الاعضاء والتسول. والتسول تمشون به حاليا هذا القانون؟ طبعا ليش مش طبعا لو فعلا مفعل هذا ما في التسول، اذا يلقى القبض عليه وثبت عليه اتجار بالبشر يعاقب بالسجن المؤبد وغرامه لا تزيد عن 25 مليون. خلي يسمعون ذول اللي بالتاكيد هاي رساله لكل من يستغل ما دون 18 وحتى بالبغاء اللي تستغل ما دون 12 لا يعتد تعتبر اتجار بالبشر ويعاقب بالسجن المؤبد ولا يعتد موافقتها، حتى لو توافق ما يعتد موافقتها تعتبر ضحيه. خليني اريحكم شويه ونروح لفاصل. مشاهدينا خليكم ويانا، مو مخرجنا عندنا فاصل، نروح لفاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين في هذه الامسيه الرمضانيه الجميله مع ضيوفي الكرام. وخليني ارجع بالسؤال لسياده اللواء يحيى، اليوم موضوع المفسوخة عقود، هم الكل تسأل عن هذا الموضوع وأغلب المنتسبين وغيرهم يدورون هذا يعني الخبر حتى بوسائل التواصل الاجتماعي. اليوم باعتبارك جالس أمامنا، هذا الموضوع مهم، وين وصلتوا به؟ وهل أكو شيء استجد على أرض الواقع؟ أكيد يا طمن، بالمناسبة إحنا أطلقنا دعوة واستمارة ونملت هاي الاستمارة واستدعيناهم وتم فحصهم. بالمناسبة احنا عندنا الفحص مالتهم، الفحص الطبي واللياقة البدنية كل هذا عندنا، وعندنا كل الأمور مفصلة تقريبا. احنا الآن منتين ننتظر فقط إقرار الموازنة. يا هالموازنة هاي نعم، اللي واقف عليها الشعب. اي نعم يعني. إقرار الموازنة، تعرفين هاي رواتب، هاي رواتب يعني من أعيدة للجيش مرة ثانية. نعم أكيد لازم إلا تخصيص مالي. اثنين حتى بعد ما ينعادون إن شاء الله يعني يرجعون، ما راح يروح قبل للوحدة مالته، لا راح ندخله دوره اعاده تنظيم من جديد 3 أشهر 4 أشهر حسب الصنوف، كل من وصنفه، مشات الدرع المدفعيه، يعني يعاد تدريبه حتى يعني نعم يعني اقل واحد اذا طالع بال 2008 صار له بحدود خلينا نقول 15 اعاده تاهيل تقريبا 10 سنين هو عايف الدوام مالته، هذه يسموه اعاده تاهيل. الفحص كان دقيق لان تعرفين اكو بيهم مثلا تمرضوا، اكو بيهم انصابوا، هذا كله احنا شيكناه. حتى موضوع اللياقه البدنيه الغير هذا كله تم اعداده وانتهينا من كل شيء، يعني
مديرية إدارة إدارة الإدارة حقيقة، ومشكورة مديرية إدارة المراتب، أنهت كل الأمور من خلال اللجنة اللي تم تشكيلها في وزارة الدفاع. ومثل ما قلت لك احنا ننتظر فقط التخصيصات المالية في موضوع إعادتهم الخدمة إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، لأن هذا الموضوع مهم جدا ويمس شريحة أكيد، هم الناس صار لهم فترة طويلة حقيقة يعني ينتظرون هذا الشيء، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرج عن الجميع. ونستفاد أيضا من يجوز عندهم خبرة وغيرها. لا أكيد أكيد. أنا اليوم أنا كيف تجيني قوة قتالية؟ يعني أنا بدل مثلا خلينا نجي على فوج، مثلا الفوج يشتغل ب 60%، من يصير الفوج 80% هذا يختلف، عندي قوة قتالية. يعني إذا نجي مثلا على النقطة إذا كان بها أربعة راح يصير مثلا 8 أو 10 أو 12، هاي تختلف أكيد، راح تكون عندي قوة قتالية، راح يكون عندي قوة احتياط، أعزز الوحدات القيادات، يصير عندك يعني إمكانية لرفض الجيش بقوات قوة أخرى. نعم. سيادة اللواء، قلنا من حزمة الإصلاحات أو الأمور اللي صارت بوزارة الداخلية هي مسألة طرأت حديثا، هي مسألة المخدرات وفحص قبلها خلينا نتكلم على المفسوخة عقودهم. ها عندك؟ أي نعم، إحنا أيضا ننتظر نفس الكلام، ننتظر الموازنة، قرار الموازنة، وعندنا أيضا رقم مقارب 28,000 ما بين المفسوخة عقودهم وما بين اللي صادرت لهم أوامر بالتعيين. الأمر الآخر، استحصلنا موافقات بتعيين ما يقارب 29,000 بعقد مؤقت ب 500,000 لمدة 5 سنوات. خلال هاي الفترة يكون حذف واستحداث ومن ثم تعيينهم. يا الله. أيضا هاي راح يعني نبشر جيد يعني. نبشر المواطنين بهاي، لذلك أعداد كبيرة راح تجي إلى وزارة الداخلية. هم ينتظرون هذه الأخبار، ينتظروها بفارغ الصبر. تعرف مرات اكو اشخاص يعني عندهم هذا الشيء هو قوتهم، قوتهم اليومي، بغض النظر انه عندنا حرب ما عندنا حرب، اكو هواي ما له دخل. احنا بال 2019 يتذكرون، يمكن يتذكر اللواء تحسين، اي نعم، فتحنا التطوع على ملاك وزاره الدفاع بصفه جندي لمده 15 يوم من خلال رابط الكتروني. 15 يوم من غلقنا الرابط، اللي قدم على التطوع 645,000 أصحاب شهاداتك. أيه. وأكون بيهم أصحاب شهاداتك. أيه. اليوم أنا خلينا نكون واقعي، نعم هو يحب بلده ويحب وطنه وغيره، لكن هو أكيد جاي على موضوع المردود المالي. المردود المالي. صح لوني غلطان؟ أيه. اليوم الناس تريد، يقول لك أني خلينا نكون واقعيين، أنا راح أصير جندي أو ضابط الصف بالجيش، أخذ لي راتب 1,200,000 1,300,000 1,500,000، بينما مثلا أروح لوزارة الصحة أو الوزارة الأخرى 400,000 500,000 راتبي قليل. فالإنسان يفكر دائما هذا حق مشروع. وبنفس الوقت اليوم العسكرية أعتقد هي يعني كل الشعب العراقي كيف أنه ابنه أو فخر. أخوه فعلا. أو غير فخر إلا أنه يكون منتسب بالمؤسسة. إحنا اليوم عندنا في وزارة الدفاع نساء ضابطات خرجنا الكثير من دورات برتبة ملازم، وأيضا بأعداد كبيرة، وأكو حقيقة من نفتح الدورة نشوف إقبال كبير من النساء باتجاه هذا موضوع حلو. احنا نعم. بالمقابل خاف يحزونه يعني رواتب كذا عالية بالمقابل لا بالمقابل اليوم الفرق بين العسكري والمدني فرق شاسع جدا. صحيح هذا قد يتقاضى راتب أعلى من بعض المهن، لكن هو حقيقة يعني نقول احنا اليوم الرجل العسكري سواء منتسب أو ضابط ما يتعامل مع الوظيفة مثل ما يتعامل الموظف المدني، ينتهي نعم. واجبه ويروح إلى عائلته، حتى في أوقات الأعياد المناسبات وكثير عندنا ما شاء الله المناسبات. إيه نشوف رجل الأمن، رجل الأمن في واجب إنذار بعض الأحيان يصل نعم. إلى 15 يوم إنذار ما شايف عائلته، شايف أهله. في وقت أنه المواطنين يروحون إلى المناطق السياحية ويرفهون عن نفسهم، تشوف رجل الأمن في واجبه الواجب والقضية اللي يتعامل وياها قضية مسؤولية. لذلك يعني نعم خطورة، وفقدنا وما زلنا نفقد في المخدرات. الآن انطينا يعني عدد كبير من الشهداء في مصادمات مع كبار تجار المخدرات مع الإرهاب، نشوفه في مناطق نائية في الحدود. يعني هذه المهنة لها متاعبها، متاعبها أكيد. لذلك إحنا كل ما راتب بالضبط يعني كل ما نقدم له هو نحس بي يعني فشي قليل يعني. سيادة اللواء أرجع لسؤالي عمود، أنتقل لسؤال آخر. فحص المنتسبين، البعض متخوف منه، يحس أنه شون أني خافي يعني يشكك بأمري، خافي يعني يطلعوني من الخدمة كذا، مع أنه هو صريح كان الخبر يعني حسب ما قريته. نعم.
هو ابتداء البعض يشكك يقول انه اكو نسبه تفشي وكذا في وزاره الداخليه، ولذلك لجأت وزاره الداخليه الى هذا الاجراء. لا، احنا نقول هذا الكلام كواحده من دراسه تجارب دول عديده. اليوم وزاره الداخليه اطلعت على تجارب دول عديده من ضمنها تجربه جمهوريه مصر العربيه، ووجدت انه محاربه المخدرات ليس فقط من خلال مواجهه تجاره المخدرات، هنالك عرض وطلب. نعم. العرض يتعلق بوزاره الداخليه والطلب يتعلق بالجمهور. لذلك عندنا برامجنا الموجهه الى الجمهور من خلال الشرطه المجتمعيه، مديريه شؤون العشائر، نحاول نثقف ونوعي ونبين خطوره المخدرات الى المجتمع حتى يعني يتحذرون ويكون هنالك يعني حمايه للمجتمع من هذه الآفة. نعم. اجراءات اخرى هي اجراءات الان الشرطه الحديثه في العالم تعمل عليها، اللي هي مبدا منع وقوع الجريمه. انا ما انتظر تتفشى المخدرات في سواء يعني في وزارة الأحداث. استبق الأحداث. لما يعرف المنتسب أو الشخص المدني الآن لما يريد يقدم على سلك الشرطة أو يقدم على دورة ضباط أنه وراه فحص، فهذا راح يكون رادع إله فعلاً. ما يفكر فعلاً. هذا إحنا ضروري اليوم نعمل على تصعيب، نخلي معوقات معرقلات أمام الجريمة حتى ما يقدم، ما يفكر الشخص يقدم يمكن عليها. يمكن واحدة من عندهم الوشم أو غيره. نعم. من انتشرت في زمن من الأزمان. صح. لا أنا ما أوشم لأنه خاف أريد أروح للسلك العسكري أو كذا. فصار حيث بالفحوصات عندنا يحكي له خالد بالفحص الطبي. أي وشم هذا؟ أي وشم عنده من قبل؟ أي فعلا. أي. ولذلك ولذلك هذا هو واحدة من أساليب الردع. حتى يعني سمحنا المنتسب خاف بعض الأحيان نتيجة صعوبة الواجبات، خطورة الواجبات، طبيعة العمل الأمني اللي تتطلب السهر، البعض يحاول ياخذ عقاقير تسهر أو غيرها. بالضبط. فحذرنا منتسبينا انه راح يصير عليكم فحص، واي شخص يبلغ عن هذا الموضوع يعتبر في إجازة مفتوحة له اثناء هاي الفترة، فترة يعالج بها العلاج. تشجيع يعني هي مسألة تشجيعية. بالضبط. وبالتالي يعني هذه واحدة من الإجراءات. لا سمح الله مسكت أحد من المنتسبين هو يتعاطى، شنو الإجراء اللي يتخذ بحقه؟ يعني يكون إجراءات عقوبات انضباطية ويعني غيرها من الأمور اللي تصل حد الطرد إذا كان هنالك معلومات غير مشجعة على هذا الشخص. ممكن لأنه اليوم إحنا طبيعة العمل الأمني نحتاج رجال يكون عليهم الاعتماد. نعم. هذا الرجل المفروض يحمي الناس، مو هو يكون وسيلة أو أداة لأذية يعني الناس. هي المخدرات شنو المخدرات؟ يعني الآن من أتعاطى مخدرات ولازم واجب، ما أدري بالدنيا وين ما وين. فعلاً. ممكن أرتكب جريمة أنا. ايه. عقلي مو يعني. زين أنا إذا رجل قانون مثلاً. صح. وأتعاطى المخدرات وجوزها أسوي لي عمل مشين. إجرامي. إجرامي. فعلاً فعلاً هي ده سيرها. ولذلك واكب إذا تشفى الطرد. أو وفق القانون المادة 32 واللي هو يسلم نفسه وشوف عكسها واللي يسلم نفسه يعطى إجازة. آه. وإذا بلا مصحة إلى أن يشفى الشفاء التام لازم يجيب شيء يثبت أنه اكتسب الشفاء التام ويفحص، وإلا يعرض وفق المادة 32 من قانون المخدرات تعاطي. إجراء آخر إجراء آخر وزارة الداخلية قامت به، وطبعا هو هذا الإجراء مو من صلب عمل وزارة الداخلية. استحصلت وزارة الداخلية الموافقات على تحويل معسكرات الجيش المتروكة إلى مصحات بالنسبة للمحكومين. طبعا المحكوم احنا عندنا مصحات كافية؟ لا ما عندنا مصحات كافية، وخاصة في قضية المحكومين. المحكوم مرات المتعاطي من ينحكم سنة بموجب القانون. نعم. يعني يخلوه في سجن مع عتاة المجرمين والكذا، وقد نخشى على شبابنا من أن يتحول إلى مجرم. لذلك هاي الفكرة فكرة وزارة الداخلية وتبنتها على عاتقها وعلى مواردها. الآن العمل جاري ليلا مع نهار في تأهيل هذه المعسكرات، وراح نستقبل المحكومين عندنا ونحاول نأهلهم بالتعاون مع وزارة الصحة يعني بارك من ناحية الله نفسية بيكم. ومن ناحية صحية. بارك الله بكم وإن شاء الله يعني عملكم يثمر عن خير. إحنا ما نأمل أنه أحد يتعاطى ولا هاي، بس لا ضير إذا أحد عنده مشكلة وكذا أنه يتعالج. لا الحقيقة يعني المخدرات الآن وزارة الداخلية عاقدة العزم، وأكو إرادة وأكو إصرار لدى قيادة وزارة الداخلية أنه ننهي هذا التهديد هذا الملف.
ان شاء الله يا ربي تنهون. سياده اللواء تحسين، اليوم بدنا نشوف اكو انفتاح بالشوارع من رفع السيطرات وغيرها، هذا شيء يبشر بخير. يعني يجوز بعد كم يوم او كم شهر نشوف، يعني ماكو بعد سيطرات، مجرد قوة امنيه لحمايه الناس لا اكثر ولا اقل. الحقيقه هو توجيه القائد العام للقوات المسلحه بانه يجب ان ترفع كل السيطرات وان تفتح كل الطرقات وحتى الصبات الكونكريتيه. قياده العمليات المشتركه قبل عندها هي اساسا دراسه لرفع السيطرات، ولذلك عندما طلب القائد العام للقوات المسلحه من قياده عمليات بغداد ومن قياده العمليات المشتركه اللي كان لها دراسه في هذا المجال، تم الاجتماع واتخذت القرارات بناء على توجيه القائد العام، وفعلا وصلت قياده عمليات بغداد لحد الان الى اكثر من 90% من السيطرات رفعتها والشوارع، عاقد العزم ان يكون 2023 هو نهايه لكل السيطرات داخل بغداد. احنا نتكلم خارج بغداد، التوجيه صار انه السيطرات دفعت الى حدود محافظة بغداد وليس حدود أمانة بغداد. يعني تلاحظين التاجي بسماية تحركت، تحركت من مكانها ودفعت إلى مكان أبعد، وهذا معناه أنه إلى حدود انفتاح أكثر، يصير انفتاح أكثر الحدود الإدارية، وهذا الحقيقة أسهم في تقليل الزخم المروري، أيضا توسعة بالشوارع، لأنه احنا نعاني الحقيقة من يعني أزمة مرورية خانقة. هناك ايضا حمله اطلقها القائد العام للقوات المسلحه، اعتقد راح تبدا يوم 14، اللي هي المجسرات. اعطينا اخبار حصريه، اعطينا اخبار سياده. هي طبعا حتى السيطرات هسه الان، يعني السيد القائد العام للقوات المسلحه ركز على سيطرات حدود بغداد، مداخل بغداد، مداخل العاصمه. هذه السيطرات بسبب الازدحامات، مو بس بسبب الازدحام، اولا كمنظر حضاري، واجهه حضاريه متليق. اثنين، الآن أكو شغل عمل على موضوع توسيعها وتكون حضارية. ثلاثة، تقويتها. اليوم ست معركتنا حتى شكلها و... أي نعم، يعني احنا معركتنا فعلا هو مثل ما يقول لواء يحيى، تقويتها. أنا اليوم ما أحتاج هنا سيطرات داخل بغداد، ما أحتاج حقيقة. عندنا مرابطات، عندي مرابطات، عندي قطاعات، عندي جهد استخباراتي. احنا شلون نجحنا؟ معركتنا هي معركة استخبارات، علي أن أقوي المداخل والمخارج وأعززها الداخل، وأخلي الداخل عندي جهد الاستخبارات. بالأمان صحيح فعلا كلامك سيادة اللواء. عندي بقت دقيقتين، أريد أستثمر هذا الموضوع. سيادة اللواء، اليوم نصيحة للشباب، واليوم احنا برنامجنا أصلا موجه للشباب، للشباب العاطل عن العمل، للشاب المتخرج من الكلية، للشاب اللي يريد يتوجه إلى السلك العسكري، شنو النصائح اللي ممكن؟ بالتأكيد هو أفضل سلك توجه السلك العسكري، ولكن تعرفين حضرتك احنا مو كل شبابنا يتوجه السلك العسكري. يعني اكو شباب عندهم مشاريع خاصه، الدوله يمكن اكو توجه تدعم اصحاب المشاريع الخاصه بمبالغ من المال. كل واحد يفكر شلون يطور نفسه، مو ان انت من تتجهين السلك العسكري راح تشوفين تعالجين مشكله وتظهر مشاكل اخرى. افضل الشباب اللي عندهم مهارات، اللي عندهم تطور فكري، انه يلجأ المشاريع الصغيره من وزاره العمل، ياخذ سلفه معينه، يعطوهم سلف المشاريع الصغيره، وبالتالي يبدي مشروع الانتاجي، وفعلا يبدي يفكر بتطوير بلده او تطوير نفسه قبل ما يطور بلده بهذا الاتجاه الصحيح، انه راح الامور تتوزع، انه مشاريع خاصه، جيش، شرطه، ما نتجه باتجاه واحد ونعتمد انه راتب وخلص بعد ما نفكر. فعلا. يجب فعلا ان يكون شبابنا العراق والحضارات القديمه مالته منو بناها ترى؟ اشور وبابل كلها شباب بناها. ثانيا مو بس هاي اللي وعدنان، انت ما بقول للدوله تظل بس تصرف رواتب وتعيين. بالضبط، ماكو شيء. فعلا كل دول العالم، كل هونغ كونغ عندك استثمار، عندك بناء، عندك شركات صغيره، عندك شركات كبيره، تفتح مشاريع. مشاريع، هذا مشاريع هي الاساس اللي تبني. مو بس تقوية عنده مشروع يبقى يفكر للتطور، شلون يتطور؟ يبقى ياخذ راتب، كان نهاية الشهر ياخذ راتب. يعني عندي راتب. لا يعني الى متى؟ احنا كل سنة تبقي نعطي رواتب ونعين وبس تعيين بس تعيين. شاه يبقى لنا احنا معتمدين فقط على النفط، هذا مو صحيح. يعني توجه السيد القائد العام حقيقة مهم في موضوع الغاز. الغاز الآن صح، اكو شغل عليه، راح يكون استثمار به وراح يكون هو ضمن الطاقة. احنا كنا نهدر آلاف المكعبات مال الغاز، مليارات. بالتالي يكون تفكير الشاب، خلي يكون تفكير فعلا يشوف دول العالم. هاي هونغ كونغ،
خصصوا المشاريع الخاصه والانتاجيه، كل دقيقه يفكر بها شلون يطور نفسه، تكون الارباح له خاصه به، بالتالي شوف راح بغداد تتطور، المحافظات كلها تتطور. حلو حلو نصيحتك، صحيح فعلا الشباب اليوم اول ما تقول له يقول لك اي انا منتظر تعيين بالسلك العسكري، ما يريد يتعين بغير مكان. مخرجنا دقيقه واحده، ما عندي دقيقه واحده، اريد خبر حصري يعني، ولا واحد انطاني خبر حصري اليوم، يعني شنو هاي اللي هو خالد عنده خبر حصري؟ لا هو الخبر الحصري، السيد وزير الداخليه يعني قرر منح اراضي الى عوائل الشهداء، واكو مشاريع اسكانيه عظيمه وكبيره جدا الى منتسبي وزاره الداخليه، وراح يكون حيز الى جرحى وزاره الداخليه وعوائل الشهداء. حلو هذا الخبر. هذا طبعا بالمناسبه يعني قد البعض يعني يقول لك يا ما سمعنا من هذا الكلام ومن هذا الكلام، لكن حقيقه نشوف العمل جاري بشكل يومي واتفاقات مع شركات بالضبط اللي يعني التقديم عليه راح يكون برابط شلون؟ اكيد اكيد راح يكون على شكل رابط، ويكون هنالك اسبقيات وافضليات حسب النقاط. بارك الله بكم سياده اللواء ماكو. احنا ان شاء الله انا مقبل ان شاء الله الايام القادمه عندي نشيد للجيش كملته ان شاء الله. بكت يكون هو النشيد، ماكو فيلم مسلسل، هو انا دا اكمل دا اشتغل على مشروع ان شاء الله القادم الايام راح يكون عندي مسلسل كامل. اسم المسلسل لانك بطل ان شاء الله، هذا حصري ان شاء الله قريب بدنا نشتغل به، وان شاء الله يبين بطولات هو ححكي عن البطولات يعني يومي كل مسلسله اطلع لي شخصيه. حلو. جندي، ضابط، مقاتل، منتسب، جريح، شهيد، عندي فكره يعني. وراح يكون هذا المسلسل ما راح يكون عسكري، راح يكون مدني ويتخلل الموضوع العسكري ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق في عملكم. ماكو خبر حصري؟ احنا قلنا لك السيطرات. خير ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودكم ويانا، شرفتونا ونورتونا، واجواء جميله يعني خارج عن السلك العسكري نهائيا. شكرا جزيلا لكم، كل التوفيق في عملكم، والله يحفظكم ويبقيكم فعلا سور للوطن. مشاهدينا محطاتنا بعدها مستمره وياكم، خليكم ويانا يوم غد ومحطه اخرى، الى اللقاء.